سوسن ربيع تزوجت مرة واحدة وأنجبت ولد وبنت، وسر قرارها المفاجئ بالاعتزال وسبب وفاتها. ولدت سوسن ربيع عام 1962 بالقاهرة، تخرجت في كلية الآداب قسم اجتماع جامعة عين شمس. شاركت في بدايتها الفنية في البرنامج الشهير حياتي، وكان أشهر أدوارها في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة عام 1979 مع فؤاد المهندس، حيث قامت بدور عائشة أبو الفضل جدلة. تزوجت سوسن ربيع من صحفي في دار الهلال، وأثمر زواجهم عن ولد هو محمد وبنت هي منة الله. اضطر زوجها إلى السفر إلى الخارج لظروف عمله، وهنا قررت سوسن ربيع بشكل مفاجئ اعتزال الفن والسفر مع زوجها حتى يظل أولادها بالقرب من والدهم، وغابت عن التمثيل لأكثر من 15 عاما لتعود في أدوار قليلة بعد رجوعها لمصر. في مارس عام 2021 توفيت الفنانة سوسن ربيع في عمر 59 إثر إصابتها بفيروس كورونا، وكانت وفاتها صدمة للجميع.